بمناسبة أسبوع إفريقيا لإعادة الإعمار، الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في جهودها لدعم السلام وترسيخ الاستقرار بالقارة. خلال لقائهما في الدوحة، الرئيس السيسي ورئيس أردوغان يتفقان على بدء تطوير العلاقات الثنائية. زيلينسكي يناشد حلف الناتو لحماية المواقع النووية الأوكرانية، وروسيا تحذر من حادث نووي محتمل في محطة زابوريجيا. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية. وفي كلمة له بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل. وقال الرئيس السيسي إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات، وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام. وأكد الرئيس أن مصر أولت أهمية خاصة لجهود الإعمار والتنمية على مستوى القارة، بما في ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية في إطار بنية السلم والأمن الإفريقية. هذا وقد أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكله الوظيفي. وشدد الرئيس على تضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية في الخطط الاقتصادية للدول الإفريقية اتساقا مع أهداف أجندة 2063. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية. هذا وقد أعرب عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي صباح اليوم وقبل مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة مع الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس السيسي حفل افتتاح كأس العالم ولزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. وعلى هامش مشاركته في حفل افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم بالدوحة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الزعماء، من بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد طبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذا وقد عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم بالدوحة والتي انطلقت أمس. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم،
والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 والذي يستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن ورومانيا والكونغو بصفة مراقب. يشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام القوات المشاركة بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة، بالإضافة لتبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف. نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عرض الغردقة الجوي المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش، وسيشهد العرض مشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء، وقد ألقى المقدم طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصرية كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن السياحية، معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني الذي يتمتع بسمعة راقية خلال مشاركته بمختلف العروض. فيما أعرب العقيد مارك باينون الملحق العسكري البريطاني بمصر في كلمته عن سعادته بالمشاركة موجها الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بالعرض. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 642 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات تصل إلى 950 طنا. وفي مجالي السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 86 طنا، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 840 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 24 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 921 قضية، من بينها 316 قضية خبز ناقص الوزن و300 قضية لخبز غير مطابق للمواصفات.
خلال ضربة استباقية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 18 مليون قرص مخدر داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية البحري، وذلك بقيمة مالية بلغت قرابة 1.5 مليار جنيه. تفرض وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية في جلب وتهريب المواد المخدرة، تلك الآفة الخطيرة على المجتمع واقتصاده. وتشكل النجاحات الأمنية في هذا الإطار رادعاً حاسماً لكل من يحاول جلب هذه السموم القاتلة عبر تلك المنافذ. في هذا السياق وفي ضربة أمنية استباقية قوية وحاسمة ضمن سلسلة الضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوجود 3 حاويات قادمة من إحدى الدول ترانزيت ميناء الإسكندرية البحري في طريقها لدولة أخرى مشمولها المستندي المشروع أقراص كربونات الكالسيوم، مخبأ داخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. أكدت التحريات وعمليات الرصد والمتابعة مع استخدام التقنيات الحديثة صحة تلك المعلومات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش الحاويات المتحرى عنها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاويات الثلاث. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 18,336,100 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من المواد المخدرة المضبوطة بمليار و466,888,000 جنيه. هذا الرقم الضخم للمضبوطات وقيمتها المالية يعكس قوة الضربة الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية تنسيقاً فيما بينها مستخدمة التقنيات الحديثة ودقة الرصد والمتابعة التي أحبطت معها تلك العملية للجلب والتهريب، ويؤكد احترافية ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية منافذ البلاد الشرعية من كافة محاولات الجلب والتهريب من خلالها. ناشد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حلف الناتو لحماية المواقع النووية في بلاده. جاءت مناشدة زيلينسكي مع تصاعد المخاطر من استهداف محطة ذابوريج النووية جنوبي أوكرانيا. وفي خطاب ألقاه عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية البرلمانية للناتو في مدريد، حث زيلينسكي الدول الأعضاء على ضمان حماية المحطات النووية في بلاده من الهجمة الروسية. أعرب الكرملين عن قلقه من تجديد القصف على محطة ذابوريج النووية. هذا وقد دعا الكرملين الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. هذا وكرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيد موسكو بأن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أوقفت وحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دونيتسك. وأكدت الوزارة أنها تمكنت من إعادة وحدات القوات الأوكرانية إلى خط البداية، حيث بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك أكثر من 70 عسكرية. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية نجحت في التصدي لهجمات روسية بالقرب من 10 مناطق في دونيتسك. هذا وقد أوضحت الهيئة أن القوات الروسية حاولت تكثيف الهجمات في تلك المناطق،
مشيرة إلى أن الجيش الروسي يحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تمت السيطرة عليها مؤقتا، ويركز جهوده على منع تقدم القوات الأوكرانية ويواصل الهجوم في بعض الاتجاهات. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستضع خططا لمساعدة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأضاف سوناك أن الحكومة تستهدف دعم فواتير الطاقة لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، متوقعا من وزارة المالية معالجة ذلك في الوقت المناسب. قالت إدارة الإحصاءات الوطنية في سريلانكا إن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ على أساس سنوي إلى 70.6% في أكتوبر بعد قفزة قياسية بلغت 73.7% في سبتمبر. وقالت إدارة الإحصاء إن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 80.9% في أكتوبر، بينما بلغ التضخم غير الغذائي 61.3%. أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن كييف صدرت نحو 16.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 بانخفاضات بلغت نسبتها إلى 31.7%. وأضافت الوزارة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 مليون إلى 52 مليونا من الأطنان من هذه الحبوب، وذلك بعد انخفاض عن العام الماضي من 86 مليون طن في عام 2021 بسبب خسارة الأراضي بسبب العمليات الروسية وانخفاض المحاصيل. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. واشنطن تطالب مجلس الأمن بمحاسبة كوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية، وبكين تحث على الاستجابة لمخاوف بيونغ يانغ. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله لمطار ماركا العسكري في عمان في أول زيارة خارجية له منذ تكليفه. وجرت لرئيس وزراء العراق مراسم استقبال رسمية، ومن المقرر أن يجري الملك عبد الله الثاني والسوداني مباحثات في وقت لاحق. أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة قبول استقالة مجلس الوزراء وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة، حيث تضمن القرار الملكي تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. كان الأمير سلمان قد تقدم باستقالة حكومته لملك البحرين وفقا للدستور الذي ينص على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء الفصل التشريعي عقب الانتخابات العامة الأخيرة. يواصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، وذلك بعد توقيع هدنة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأفاد مسؤولون أن الإقليم استقبل خلال الساعات الماضية 14 شاحنة على متنها وقود ومساعدات غذائية. وكانت الهدنة التي وقعتها في جنوب السودان الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي بدعم من الاتحاد الإفريقي قد دعت إلى دخول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمة في الإقليم. قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية بشكل تصاعدي ومزعزع للاستقرار. وخلال جلسة لمناقشة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية بناء على طلب الولايات المتحدة، شددت المندوبة الأمريكية على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبة كوريا الشمالية على أعمالها المزعزعة للاستقرار.
في المقابل طالب المندوب الصيني مجلس الأمن بلعب دور بناء تجاه كوريا الشمالية وألا يدينها أو يضغط عليها بشكل دائم، مطالبا واشنطن بعرض مقترحات واقعية تستجيب للمخاوف المشروعة لكوريا الشمالية. ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أنها ستعمل على خلق بيئة استراتيجية لكوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي. واقترحت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك برنامجا لمساعدة بيونغ يانغ على تحسين اقتصادها، وذلك مقابل نزع السلاح النووي. أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الفلبين. جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في العاصمة مانيلا، وذلك بعد حضورها بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند. وخلال اللقاء أكد الرئيس الفلبيني أنه لا يرى مستقبلا للفلبين لا يتضمن للولايات المتحدة. هذا وتعتبر كامالا هاريس هي أرفع أو تعتبر كامالا هاريس هي أرفع مسؤولة أمريكية تزور مانيلا منذ انتخابات ماركوس في يونيو. فاز الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاياييف في الانتخابات الرئاسية بعدما حصد أكثر من 81% من الأصوات، وقد أظهرت البيانات أن المشاركة في عملية التصويت بلغت 69.44% من الناخبين. بعد منافسة من طرف واحد، أسدل الستار على انتخابات الرئاسة الكازاخستانية بفوز كاسح للرئيس قاسم جومارت توكاييف لينال ولاية ثانية بنسبة أصوات بلغت أكثر من 81% ليمدد فترة حكمه للبلاد. وقبل إعلان النتائج وانطلاق التنافس، كان من المتوقع بشكل كبير أن يفوز الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً والذي وصل إلى السلطة في 2019 بالانتخابات ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط. البيانات أظهرت أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44% من الناخبين، ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة من تخطي نسبة 43.2% من الأصوات، فيما اختار 5.8% من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين. فوز توكاييف جاء بعد عام شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا في البلاد، بعدما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، واجهتها السلطات ما تسبب بمقتل 238 شخصا. وأملا منه في فتح صفحة جديدة بعد عام مضطرب، قال توكاييف إنه يسعى إلى ولاية جديدة من الثقة من الشعب. واصل مجلس النواب جلساته لبحث عدد من مشروعات القوانين، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي. ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين. في مستهل الجلسة أحال رئيس المجلس رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروعي قانوني نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والاستثمار إلى اللجان المختصة، وحول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون الاستثمار له طبيعة وأهمية خاصة باعتباره يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي. لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة، ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضاً المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج،
وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار، وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخاً استثمارياً داعماً ومحفزاً للاستثمار في مصر. المجلس وعقب استعراض آراء نوابه وافق على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تسعى الدولة إلى تطوير هذا القطاع والاستفادة من كل الإمكانيات اللي موجودة لديه بما يحقق العائد المطلوب على الاقتصاد القومي. مشروع مهم جدا، مفيش شك ان احنا على مدى العشر سنوات اللي فاتت يعني مصر عانت من حالة عشوائية جدا في مسألة تنظيم الأجهزة الخاصة بالاتصالات. يعني أنا وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وبهدف رفع كفاءة الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة عدد الركاب وحجم الاستيعاب، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي والنيابي بهدف التيسير على المواطنين والدفع بعجلة التنمية. وفي إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، أبدى عدد من النواب موافقتهم على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات، وذلك بهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. قانون تنظيم الاتصالات النهاردة هو تعديل للقانون الرقم 10 لعام 2003 بشأن رفع العقوبة لمحافظة على الأمن القومي المصري من خلال محافظتها على الأمن الفضائي في وضوح تام لتطبيق مادة الدستور مادة 31 على الدولة اتخاذ كافة التدابير من أجل حماية أمنها الفضائي. والحقيقة احنا بنشوف نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة الفترة اللي فاتت ان هناك كثير من التحديات والاختراقات اللي قد تشن يعني المساس بالأمن القومي المصري، وبالتالي كان لابد من رفع العقوبة التشريعية ورفع الحصانة التشريعية من أجل هذه الحماية لتدافر كل الجهود. والحقيقة مشروع المقدم من الحكومة كان مشروع جيد جدا من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، ولكن علينا أن نفرق أن ما يخاطبه القانون ليس ما بين أيدي المواطنين من أجهزة محمول أو أجهزة نتداول بها من خلال هدايا أو ما إلى ذلك من أمور، لأن هناك التباس حول إيه هي القوانين اللي محتاجة ترخيص من الجهاز تنظيم الاتصالات أو ما بين الأجهزة اللي بين أيدينا. إحنا بنخاطب الأجهزة التي تستحدث والتي تحتاج من قبل الجهاز التنظيم الاتصالات وجود ترخيص خاص بها لمتداولتها بشكل آمن. الاتصالات في الفترة الحالية هي أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية، وكان يجب أن ما فيش أي قانون أو أي مادة هتعدل غير لما نكون دقيقين جدا جدا، سواء في الصياغة أو ضبط المفردات أو يعني أن احنا نزود أو نقلل أو الإضافة أو الحذف، يعني مهم جدا أن احنا نكون دقيقين في هذا الشأن. يمكن النهاردة كانت تعديلاتي في المادة 40 والمادة 77 بعد ما طلع لنا هذا القانون وهذه التعديلات من اللجنة المشتركة من الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلها في الأخير هي فعلا لضبط سيادة الدولة المصرية ومنع أي خروقات قد تحدث داخل يعني المجتمع المصري. اليوم كان المجلس بيناقش قانون رقم 10 سنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، ويمكن كان لينا كنواب تنسية بعض التعديلات، ويمكن جاء قانون في وقت مهم جدا بعد التطور التكنولوجي اللي جاه على مجال الاتصالات والمعدات والأجهزة الخاصة به اللي في تطور دائم ومتصاعد. والقانون الحالي مع قياس الأصل العملي والتشريعي ما بيأديش دوره، ما بيحقش الردع العام سواء للأفراد اللي بتقوم بتسويق أو استيراد أو استخدام تلك الأجهزة، مما يمس الأمن القومي المصري والأمن الخاص بالأفراد، وبالتالي كان وجب التعديل. طبعا الحكومة تقدمت بالتعديل، وكان لينا بعض
بعض المناقشات اليوم في تجديد بعض العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن الأفراد. نظمت الطائفة الإنجليزية برئاسة القس أندريا زاكي احتفال المحبة، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقادة الدينيين. تأتي الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مجموعة المحبة لا تسقط أبدا. بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مجموعة المحبة لا تسقط أبدا بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم، نظمت الطائفة الإنجيلية برئاسة القس أندريا زاكي احتفال المحبة، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقادة الدينيين. الفكرة تجسيد حقيقي لفكرة العيش المشترك. العيش المشترك مش شعارات أو مجرد كلمات، ولكنه بتمثلوا مجموعة المحبة. 10 سنين بيلتقوا، بيفطروا مرة كل شهر، بيحضروا المناسبات مع بعض، تلاقيهم في الكنيسة، تلاقيهم في الجامع، في تآلف ووحدة حقيقية. هذا العمل من الأعمال المميزة، خصوصا وأنه يعني يرسخ لمعاني عظيمة تتمثل في المودة والرحمة والمحبة، وبالتالي هذه الفكرة أرى بأنها فكرة جديرة بالاهتمام والعناية. الاحتفالية تضمنت فقرات فنية إلى جانب كلمات تهنئة من الحاضرين بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المجموعة، والتي أقيمت بمشاركة عدد من الكنائس والمساجد ومنظمات المجتمع المدني بهدف نشر روح المحبة بين أبناء الوطن دون النظر إلى جنس أو دين أو عقيدة. النهاردة بنحتفل ب10 سنين على إنشاء هذا الجروب المتميز. مبادئ هذا الجروب قامت على أنه مفيش مسلم ومسيحي، مفيش حد مختلف عن التاني، كلنا واحد في الوطن، هدفنا نخدم البلد مع بعض ونحب بعض من قلب صادق. أحسن حاجة أن احنا نجمع ككنائس، طوائف، كشيوخ، كرجال أعمال، ككيانات كبيرة في المقطم، ونحن نجتمع كل شهر وابتدينا ننشر ثقافة قبول الآخر. تأتي هذه الاحتفالية في إطار عدد من الفعاليات التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية بهدف نشر روح المحبة والتعايش للوقوف صفا واحدا في مواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول النيل من استقرار المجتمع. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. توجهت جامعة قناة السويس بقافلتها الشاملة إلى منطقة الصحارى التابعة لقرية نفيشة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم خلال القافلة تقديم الكشف الطبي بالإضافة لتقديم الأدوية بالمجان لأهالي القرية، حيث تضمنت القافلة مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية بالإضافة إلى ندوة تثقيفية وصحية. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية المجانية الكشف على ما يقرب من 600 مواطن في قرية تابعة لمركز ومدينة وهي مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وأيضا صيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل بالمجان. القافلة الطبية التي تضم كل التخصصات بها صيدلية متكاملة بها أكثر من 80 صنف يتم توزيعهم بالمجان على المواطنين، والحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم توزيعها على المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية مثل المجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة والمستشفيات الجامعية تنسيقا مع مؤسسة حياة كريمة. أنهت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية أعمالها بمركز طب الأسرة بحي الشباب بمدينة العبور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي والصرف العلاجي ل 1313 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين، منها إجراء 69 فحصا معمليا وإجراء 38 أشعة وسينار، كما تم إجراء 91 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.
تواصل قوافل وصل الخير أنشطتها في عدد كبير من المحافظات من خلال توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية يوميا على المستحقين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة ببذل جهود كبيرة لتحديد الفئات المستحقة، إضافة إلى توصيل صناديق الحماية الاجتماعية إلى المستحقين. وفي إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة، أكد محافظ الغربية طارق رحمي أن إجمالي عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع بنسبة إنجاز تخطت 51.2% وبإجمالي تكلفة تطوير تصل إلى 540.7 مليون جنيه. وشدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة والانتهاء منها في الوقت المحدد، وذلك لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة. استقبلت محافظة الوادي الجديد وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين في مستهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. الزيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية. أنماط عديدة تتمتع بها السياحة المصرية والتي تجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، وتعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة التي تتمتع بها مصر بالعديد من الأوجه والأماكن، ويأتي منها محافظة الوادي الجديد. وقام وفد من الأطباء الأوروبيين بزيارة للعديد من المواقع السياحية والاستشفائية في الوادي الجديد، جاء في مقدمتها الآبار الكبريتية بقرية جناح، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. والله زيارة النهاردة كانت مع فوج طبي جايين من أسبانيا، والحقيقة جايين بيستكشفوا مصادر الطبيعية في محافظة وادي الجديد، الواحة الداخلة والخارجة، وكيفية العلاج الطبيعي بدلا من العلاجات التقليدية. المحافظة الحقيقة بتسخر بمقاومات طبيعية استشفائية، من الدفن بالرمال، النزول في المياه الكبريتية، الشمس الساطعة القوية، وأوروبا داخلة في يعني في فترة الشتاء، جايين يستكشفوا ده، وهم الحقيقة متخصصين في العلاجات الطبيعية. احنا في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة باستفادة بكل الشبر من أرض مصر، سواء استثمار زراعي أو استثمار سياحي، فالحمد لله احنا بالتعاون مع الشركات السياحية والجامعات المصرية دعينا وفد من الأطباء المهتمين بالسياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية، وجلنا أكثر من 15 واحد وفد من أسبانيا الصديقة، وهيقعدوا معانا 3-4 أيام يدرسوا بقى كل الإمكانيات المتواجدة في من عيون كبريتية من دفن بالرمال. زيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية. كما حرص الوفد على زيارة أقدم الآثار القبطية وهي مدينة البجوات التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 4000 عام. كما تم زيارة معبد هبس ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة، الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد من نشرة التاسعة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا محمد عبده، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ كذلك على المسار الآمن للموازنة العامة للدولة رغم التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وأكد التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية في عدد من القطاعات. الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحلية مياه البحر والجدول الزمني لبرنامج الطروحات والإجراءات المقرر اتخاذها، كما تناول الاجتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ملف برنامج أسهم وطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية. وخلال الاجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة، أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي ومؤشرات بعد صعود دام لست جلسات متتالية وسط تداولات مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم الشركات بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجكس 30 عند مستوى 12523 نقطة، وأغلق عند مستوى 12449 نقطة متراجعا بما نسبته 59%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2408 نقاط، وأغلق عند مستوى 2397 نقطة منخفضا بما نسبته 45%. أما مؤشر EGX 100 ففتح عند مستوى 3500 نقطتان، وأغلق عند مستوى 3484 نقطة متراجعا بما نسبته 52%. من أسواق المال إلى أسواق العملات، وفيها تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل فيها الدولار الأمريكي 24 جنيه و47 قرش للشراء و24 جنيه و54 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 25 جنيه و3 قروش للشراء و25 جنيه و12 قرش للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 28 جنيه و87 قرشا للشراء و28 جنيه و97 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيهات و66 قرشا للشراء و6 جنيهات و68 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 6 جنيهات و50 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، فيها هبطت أسعار الذهب العالمية للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى 1739 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1114 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1300 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1486 جنيه. وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 10400 جنيه. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن المملكة العربية السعودية لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من اليوم. في هذا الصدد أشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك حتى نهاية العام القادم 2023.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد وأميرة. شكرا لك مصطفى. تضخ الدولة يوميا كميات كبيرة من الأرز والمكرونة وأطباق البيض في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك وسط إجراءات تتخذها الدولة لتشديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره. هذه الكميات الكبيرة من الأرز والمكرونة وأطباق البيض تضخ يوميا في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير هذه السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة داخل المنظومة التموينية والبيع الحر بأسعار مناسبة وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين وسط إجراءات اتخذتها الدولة لتشديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره. تم ضخ 50,000 طن ب10 جنيه ونص خلال شهر 9 و10، وجينا في اليوم 10/11 تم ضخ 18,500 طن رز رفيع الحبه وعريض الحبه، 5500 رفيع الحبه للشركه المصريه لتجاره الجمله من الصعيد حتى الاسكندريه، واحنا كان لنا نصيب فيها كشركه ب 2000 طن، تم ضخهم يتم ضخهم يوميا ب 14 جنيه ونص للكيلو. الوزاره عامه مع الشركه القابضه كل تفكيرها كله ان هي بتركز على السلع الأساسية سواء كان سكر أو زيت أو رز أو مكرونة حتى كمان، بحيث إن هي بتوفر الكميات على مستوى المجمعات كلها وبتعمل مخزون استراتيجي من السلع ديت من 3 لـ6 شهور في المخازن، وبالتالي الحمد لله الكميات كبيرة والسعر أقل من أسعار السوق بكثير. إجراءات رقابية وتنفيذية تستهدف التأكد من توافر السلع الأخرى كاللحوم والزيت والسكر وغيرها، مع ضخ كميات من السلع التي يقبل على شرائها المواطنين في كل السلاسل التجارية بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن الأسر ودعمهم بتوافر كل السلع الأساسية. بيتحدد من قبل وزارة التموين سعر المنظومة التموينية اللي هي بتتصرف للمواطن، فالمكرونة 400 جرام متسعرة من قبل وزارة التموين بخمسة جنيه وربع للمواطن، مفيش مكرونة دلوقتي سعرها 5 جنيه وربع ولا 6 جنيه ولا أكتر من كده كمان، فالأماكن الحاجة دي الدولة موفراها لكل المواطنين وبأسعار مناسبة جدا وفي متناول، وأي مواطن هيروح أي مكان في وزارة التموين هياخد جميع المقررات التموينية بسعر مناسب جدا. كل الأصناف موجودة بكميات كبيرة جدا، زائد ان هو مش حكاية سلع أساسية بس، زائد ان احنا عندنا صرف مقررات تموينية، عندنا خضار وفاكهة، عندنا لحوم طازجة، عندنا كل الأصناف، زائد أسماك، زي كل حاجة. احنا بنطمن المواطن انت في أي وقت بتخش مجمع استهلاكي بتلاقي حاجتك كلها زي ما انت عايز، ومصر دايما بخير بوجود المجمعات الاستهلاكية. ما شاء الله متوفرة، بس يعني احنا ما ناخدش فوق كمياتنا اللي احنا محتاجينها يعني، بس لما يعني ما اجيش اخد 10 كراتين بيض، اخد 50 كيلو رز، اخد كذا، اخد احتياجاتي وكل يوم هلاقي اللي انا عايزه موجود. من ناحيه الرز ارخص من بره، من ناحيه السكر ارخص من بره، وحاجات كتيره يعني. مجهود كبير تقوم به الدوله لضبط الاسعار وتوافر السلع تزامنا مع استمرار حزمه الدعم الاجتماعي الاضافي والتاكيد على وجود احتياطي استراتيجي لمختلف السلع، في رساله تؤكد ان الامن الغذائي على راس اجنده اولويات الدوله. محمود جميل، التلفزيون المصري. والآن موعد وقفتنا الرياضية وآخر أخبار الكرة والملاعب. عودة مرة أخرى إليك مصطفى. شكرا أميرة، شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب ومتابعة مباراة كأس العالم. متابع. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن كأس العالم 2022 والمقام في قطر يحمل بصمة مصرية، حيث تحمل الكرة التي تلعب بها مباريات المونديال شعار صنع في مصر. هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي الشركة المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية للمونديال 22، وخلال الاجتماع توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لمسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلي الشركة على خطوة تصنيع هذا المنتج الرياضي المميز، مثمنا أن يتم ذلك بأيد مصرية كمساهمة للصناعة الوطنية في هذه البطولة الأشهر كرويا في العالم.
أكد مدبولي على أن هذا يمكن أن يمثل نواة جديدة وصالحة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على أرض مصر للمنتجات الرياضية العالمية. تغلب المنتخب الهولندي على النظير السنغالي بهدفين نظيفين في منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2022، وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة مع الإكوادور، بينما تتذيل السنغال الترتيب مع قطر بلا رصيد من النقاط. استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بالفوز على نظيره الإيراني ب6 أهداف مقابل 2 ضمن منافسات المجموعة الثانية، وبهذا الفوز حصل المنتخب الإنجليزي على 3 نقاط تمنحه صدارة المجموعة بشكل مؤقت. كما يلتقي المنتخب الويلزي الآن مع نظير الأمريكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022، تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم المنتخب الأمريكي بهدف مقابل لا شيء. تتواصل غدا مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفي مباريات الغد يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المنتخب السعودي، بينما يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي، وتلتقي الدنمارك مع تونس، في حين تواجه المكسيك منتخب بولندا في مباراة الغد. أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الماضي. يلعب الزمالك في هذه المباراة مع المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري في 5 مساء على ملعب برج العرب، بينما يستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر في 5 مساء على ملعب السلام، وفي نفس التوقيت يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز على استاد القاهرة الدولي. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الوقفة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع محمد وأميرة. شكرا لك مصطفى. رحم الله الفنانة الرائعة ليلى مراد. الآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الطقس واستعراض الأحوال الجوية. عودة مرة أخيرة إليك مصطفى. شكرا أميرة وشكرا محمد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 16، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 24-15 يكون أيضا الجو فيها معتدل. في مطروح 24-14 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 24-18 يكون الجو معتدل. في الإسماعيلية 27-16 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 18، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 24-17 أيضا الجو فيها معتدل. في طابة 26-15 يكون الجو معتدل. في شرم الشيخ 29-20 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الغردقة 28-19 أيضا مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 32 درجة والصغرى 17 درجة، يكون الجو فيها حار. في أسوان 32-17 يكون الجو أيضا فيها حار. في الوادي الجديد 30-13 يكون أيضا الجو فيها حار. في شلاتين 30-22 يكون حار. وأخيرا في حلايب 27-21 يكون الجو فيها معتدل.
الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة الأبرز لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. بمناسبة أسبوع إفريقيا لإعادة الإعمار، الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في جهودها لدعم السلام وترسيخ الاستقرار بالقارة. خلال لقائهما في الدوحة، الرئيس السيسي والرئيس أردوغان يتفقان على بدء تطوير العلاقات الثنائية. زلنسكي يناشد حلف الناتو لحماية المواقع النووية الأوكرانية، وروسيا تحذر من حادث نووي محتمل في محطة زابوريجيا.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. زكي أمير، زكي محمد، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله زي الفل. عاجبني قوي انه افريقيا حاضرة تقريبا كل اسبوع، يعني صحيح. استحالة هيبقى بيعدي اسبوع من غير ما يبقى في حدث متعلق بالقارة الافريقية على الاجندة المصرية. عاجبني عاجبني يعني. صحيح. كان في خبر الابرز كان معانا النهاردة في النشرة، اسبوع افريقيا لإعادة الاعمار، اهتمام كبير جدا طبعا بتوليه القيادة المصرية بالدائرة الإفريقية، الدائرة الإفريقية بقت حاضرة بشكل كبير. إعادة إعمار، مشروعات تنموية، طاقة بديلة واقتصاد أخضر، سلام في إفريقيا، يعني هنعمل إيه؟ ما احنا عايشنا أيام برضو كانت صعبة زمان أوي، كانت أيام غبرة بصراحة. أنا مش عارف هم ليهم وش يورونا وشهم تاني إزاي، مش هقول لكم يعني، احنا فاهمين بس تاني مفيش داعي أورطكم معايا في حاجة يا جماعة. بالتوفيق يا يوسف، واحنا هننضم للمشاهدين ونتابع معك التاسعة. بإذن الله. شكرا يا أميرة، شكرا يا محمد، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.